يمكن الحقيقه مساله استماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للناس دايما محاولات للاستجابه لمطالب الناس في كل حته الرئيس بينزلها بيكون حريص انه يكون قريب من الناس ويتكلم معاهم ويسمع احتياجاتهم، ودي نقطه مهمه لانه صناعه القرار اكيد ليها يعني مقاومات كتير وعوامل مساعده كتير، لكن كمان احتياجات الناس اعتقد انها يعني في مرتبه مهمه جدا. ويمكن النهارده شفنا حديث سياده الرئيس عن الصحة وعن قوائم الانتظار وإيه اللي اتحقق في الصحة وإيه اللي احنا لسه عايزينه، عندنا كم مستشفى وعايزين كم مستشفى. شفنا كمان الوحدات اللي اتعملت، وحدة زرع النخاع، شفنا كمان الوحدات الصحية اللي اتعملت في الأبعدية، ودي كان يمكن في قرى مش بس في الأبعدية، شفنا قبل كده في أسوان وغيره ما عندهاش أي خدمات صحية والناس كانت بتروح لمسافات بعيدة جدا علشان تقدر تاخد الخدمة الصحية، ده لو صحته تستحمل انه يوصل للوحدة الصحية. في حالات لا قدر الله تموت على الطريق ما تلحقش، وده كنا بنشوفه كمان في قوائم الانتظار، واللي الحقيقة هو يعني حاجة كانت بتوجع القلب انه نشوف حالات حرجة، الناس ما بتقدرش على مصاريف العمليات دي فبيبقوا عايزين يعملوها على نفقة الدولة. ويمكن من الحاجات المفرحة جدا هي مسألة قوائم الانتظار والقضاء على قوائم الانتظار، وده حق الناس علينا زي ما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيقول. خلينا دلوقتي نتكلم مع الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. مساء الخير على حضرتك، وإزاي تابعت النهاردة تصريحات سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء المؤتمر الوطني للشباب وكمان أثناء حديثه مع الناس على الفطار في قرية الأبعدية؟ هو طبعا يعني الحقيقة الحديث النهاردة كان فيه رسائل مهمة جدا وتوضيحات وردود مباشرة وغير مباشرة عن كثير من التفاصيل اللي بتثار سواء في السوشيال ميديا أو في المجتمع. بدأت بافتتاحات مهمة جدا في قرية الأبعدية لمدرسة ومركز شباب ومركز تكنولوجي ودار مسلمين، يعني ودي جديدة بالنسبة للحياة كريمة إنه يبقى في دار مسلمين في القرى والتوابع والحاجات دي. يمكن كمان يعني استاذ اكرم مساله دار المسنين وحديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيدات داخل دار المسنين نقطه مضيئه جدا الحقيقه، انه اهتمام الدوله بكبار السن ومع الناس ومع صحيح. الناس والاهالي، وشكر للشباب المتطوع وفكره التطوع نفسها وانتشارها بين الشباب دي جزء مهم قوي، واجابه على اسئله تتعلق بانه فين الشباب، الشباب بيعملوا ايه، اصل ده ناقمين، اصل زهقانين، اصل عاوزين يسيبوا البلد. الحقيقه في اجابات واضحه جدا من الشباب دول اللي بيتطوعوا وبيشتغلوا وبيقدموا وبيبقوا داريين وحاسين بمشاكل الناس اللي حواليهم والمجتمع اللي حواليهم بشكل جيد وبيقدموا خدمات تطوعيه، والنوع ده الحقيقه مهم جدا مرتبط بالتعليم. وبرده ما يبقى في مدارس ويبقى في مكتب بريد، ومش مكتب البريد ده، مش طبعا دور البريد اتغير مع السوشيال ميديا والاتصالات، لكن صحيح. النهارده مكتب البريد بيعني معاشات، يعني اخراج وثائق واوراق، بعض الناس اللي كانوا بيضطروا يروحوا المركز ويركبوا فتره طويله، ناهيك عن كمان الحياه كريمه انه جزء منها الطرق، انه الطفل كان بيروح مدرسته ماشي او بيروح يبعد عن قريته بشكل كبير او ممكن يتاخر او يروح الجامعه يبقى صعب جدا سواء في المطره او في الصيف او كده. فكره انه يبقى حياه كريمه شمالا وجنوبا الحقيقه في الصعيد وفي البحري، بتتكلم في 700 مليار بقى تحولوا لاكثر من تريليون للمرحله اللي هو اتكلفت 350 مليار. واظن انه ده واضح. الجزء المهم جدا سواء في اجابات الرئيس على الناس وعلى اسئلتهم وعلى تفاعله معاهم، يجاوب بطريقه واضحه وبطريقه ما فيهاش التواء وفيها وضوح يمكن، واحيانا بيبقى فيها جزء من المصارحه الواضحه فيما يتعلق بالاقتصاد، فيما يتعلق بالوضع العام، فيما يتعلق كمان باسئله كانت مطروحه، واحنا ليه مثلا نعمل حياه كريمه ونروح للقرى؟ واحنا ليه ننقل العشوائيات؟ واحنا ليه نعالج الفيروس سي؟ واحنا ليه نعمل قوائم الانتظار؟ لو ما كانتش الحاجات دي اتعملت فيروس سي كان بياكل يعني ملايين مئات الالاف صحيح. واظن اتعالج عدد كبير جدا من الملايين. العشوائيات انه اسيب الناس مرميه في الشارع ممكن يبقى يعني في ناس بتتكلم على طبعا الاسعار والتضخم بالتاكيد طبعا مأثره في الناس، والرئيس طول الوقت يقول انه لازم نحس انه فعلا الاسعار مرتفعه، صح الدوله بتحاول بالنسبه للموظفين بالنسبه لحزم الحمايه الاجتماعيه بالنسبه للمعارض بالنسبه للسلع، لكن بالتاكيد الازمه العالميه اثرت، واحنا خدنا ازمتين كبار كوفيد وكورونا والحرب الاوكرانيه.
جزء مهم جدا الحقيقه اللي قاله الرئيس النهارده على فكره الفجوه في الميزان التجاري بين الاستيراد والتصدير، وان احنا نستورد اكتر مما نصدر، وانه في نوع من السلع احنا النهارده بنشجع الصناعه، انه في نوع من السلع ما هياش محتاجه لا تكنولوجيات عاليه ولا فيها منافسه، حاجات بسيطه جدا وبنستوردها، وبعض السلع وبعض المنتجات، مش هنقول بقى سلع استفزازيه او غيره، كل السلع ممكن تبقى كده، لكن ليه ما تنتجش حاجات بسيطه جدا لو بصينا فيها بتصل احيانا الى بعض الاشياء ممكن تصنع يدويه. مقابل ده الرئيس بيتكلم على انه البدايات والمبادره زي ابدا اللي بتساعد الصناعه والمشروعات الصغيره والمتوسطه ممكن توفر كتير جدا، وانه هندي اعفاءات تصل لخمس سنين من الضرائب للمشروعات البادئه، وده جزء مهم قوي للمتوسطه والصغيره. وبالمناسبه حاجه كريمه بتفتح حضرتك مش بس لفرص عمل او المشروعات الصغيره، لا احنا بنتكلم على انها تمكنهم من اقامه مشروعات متوسطه ومشروعات صغيره يقدروا من خلالها ان هو يبقى في جميع حصريه في الريف وفي القاهره وفي المحافظات والاقاليم على عكس مما كان سائد. جزء مهم ايضا الحقيقه في التصريحات بتاعه التحويل، وفي كلام كثيره وارتفاعات الاسعار، وكان واضح بشكل واضح انه الناس اللي بترفع الاسعار ما هي ناس مننا. صحيح. ثم كمان تقدير الدولار وكده بيبقى مختلف، ان انا لما يبقى ب 6 غير لما يبقى ب 16 غير لما يبقى ب 30، وانعكاس ده على الاسعار وعلى الناس. ونوجه بشكل واضح انه الناس اللي بتلعب دي ناس موجوده وسطينا. وجزء مهم قوي اللي هو بيتكلم على انه سعر الصرف، احنا عندنا مرونه في سعر الصرف، لكن اذا تعارض الامر مع الامن القومي او قدره الناس على التحمل فلن يتم ذلك، ودي نقطه غايه الاهميه لانها بترسي قاعده، وفي نفس الوقت بتوضح شيء مهم انه الكلام اللي بيتقال وان هو نفضل نعطش السوق، وان تجربه سعر الصرف السابقه لم تؤتي نتائجها لانه في فجوه، بالاضافه الى انه في بعض الناس بتتلاعب او تحبس الدولار او غيره، فاصبح النهارده واضح انه خلال الفترات القادمه ربما لا يتم ذلك، حتى تتعرض لها الحقيقه، لانه احنا عارفين انه في كلام كتير حوالين لا ده مطالب خارجيه. الامر الاهم هنا انه الشعب المصري هو اللي بيتحمل، وهو الرئيس له اعاد عشان قدره الشعب المصري على التحمل، وانه ناس كتير كانت بتقرا انه هو نفسه رئيس يعني احيانا بيبقى حاسس ان شعب مصر قد لا يتحمل، لكن قدم بطوله مش بطوله، فهم واجب تحمل النتائج، تحمل الغلاء وتفهمه، لان انا وانا ببني الدوله ربما يبقى فيه اساسيات، واذا احنا بصينا لتجارب حوالينا او دول حوالينا 105 مليون وبنزيد 2.5 مليون او 2 مليون في السنه، برقم كبير جدا ولازم نخفض ده، لكن كمان الحقيقه ان دول ما كانوش هيبقى في اماكن، نبقى لسه عايشين على 7 سنين. فكان الكلام بتاع فجوه الدولار ده مهم، الكلام بتاع انه احنا بنشتغل لصالح الدوله ولصالح المواطن، اذا انا القرار ما اتخذش لصالح المواطن او هيتعارض مع مصالحه وهيضيع البلد او يسبب ازمات كبيره للناس وعدم قدره على مواصله الحياه، يبقى مش هنتخذ القرار ده. دي نقطه مهمه جدا الحقيقه، في تصريحات في غايه الاهميه تتعلق بالحوار الوطني برضه. صحيح. وانه من حق الناس تختلف وتتنوع، دي نقطه مهمه، لكن كمان الحقيقه انه اكد انه سوف يستجيب لكل مطالب الحوار الوطني فيما يتعلق به، ودي نقطه برضه كان مهمه قوي كدوله دستور وقانون. صلاحيات الرئيس. صلاحيات الرئيس الدستوريه. صحيح. والقانونيه، وفيما يخالف ده او يعني بعد ده يذهب الى مجلس النواب او مجلس الشيوخ، دي نقطه مهمه. بل بالعكس كمان مستشار محمود شاوده ما وجه ثلاث حاجات، الوصايه وبعض الخطوات اللي هي الجزء الخاص بالتمييز والمعلومات، تداول المعلومات وقانون المعلومات. صحيح. وعد بانه يستجيب لده مثلما وعد ان هو يستجيب لكل المطالب في حال تطابق ذلك مع صلاحيات الرئيس. صحيح. ويمكن ده بيدي قوه دفع واستمراريه للحوار الوطني. ودخل الحقيقه الرئيس في الحوارات واجاب على اسئله مهمه في العاصمه الاداريه في غيره. الحقيقه يعني هو الكلام ده الرئيس دايما بيتابع اللي بيتنشر وبيشوفه،
نفس الوقت هو حريص انه يخاطب مباشره، ربما انه بيبقى فيه كلام بيتردد، في جهات وجبهات معينه حريصه انها تتكلم بشائعات او يعملوا ايه او يخلوا. النهارده احنا بنتكلم على انه مصالح الناس هي الاهم، انه قد نتحمل بعض الشيء في بناء الدوله والمجتمع وغيره، ومع ذلك طول الوقت في جهات لا تصمت على ذلك، وهي ما بيفداش، هم ما عندهمش استعداد اصلا يتفهموا او يسمعوا، لا هم عاوزين يقولوا طول الوقت ويثبتوا ان هو وجهات نظرهم صح، حتى لو كان ذلك معاكس لما حدث في الواقع، لما حدث في الواقع ان الدول حوالينا دخلت في سياقات اخرى، واظن انه مصائرها موجوده. يعني ما ينفعش المصريين ما بيسيبوش بلدهم وما بيلجاوش، وبالتالي من الصعب جدا، وانه على مدى العشر سنوات اللي فاتت وقبل عشر سنوات خيارات الناس برضو قادت لشيء كاد يعرض الدولة للضياع، إرهاب وتهديد وتفجيرات وقتل وغيره، المصريين تحملوا ده، وده برضو جزء مهم من سواء بطولة موجة الإرهاب أو بناء المشروعات القومية أو التطور، وإنه كمان الناس الموجودة هي ناس مننا، يعني الطبيب والمهندس والمدرس وغيره. ممكن أشار لنقطة مهمة برضو كانت مطروحه، اللي هو هجره العقول او الاطباء للخارج، صحيح ممكن اضاعف العدد، بس انا مش هقدر امنع حد يسافر، لكن احاول كمان ان انا ارفع مستواهم، وان انا اقدم ده من خلال زي ما احنا شفنا مشروعات التامين الصحي الشامل او طبيب الاسره وغيره. النهارده في كوادر مختلفه حتى في الطب، لو حد متابع على قدر الامكان، طبعا ممكن ما تبقاش هي المثال المثالي، لكن بالتاكيد هناك نقلات حقيقيه حاولت التعامل من يوم كورونا، العمالة غير المنتظمة أو غيره، أو حتى بالنسبة لكوادر الأطباء والتأمين الصحي الشامل والتعليم والمدرسين، يعني طول الوقت فكرة إنه الناس إنه يا كده يا بلاش يا نهاجر أو نسيب، مش هقدر أمنع حد يسافر، لكن في نفس الوقت هحرص إن أنا أحمي الدولة في حالة حراك دائم لمصلحة المواطن والوطن. صحيح. نقطة برضو أخيرة ومهمة، اللي هو اهتمام الدولة بالتعليم الفني، بالجامعات التكنولوجية، بالتخصصات الجديدة، بالتعليم الفني اللي هو هيعمل الصناعة، عصب الصناعة. صحيح صحيح. فكلها الحقيقة كانت رسائل مهمة، ربما ليست جديدة على الرئيس السيسي، لكنها الحقيقة في جزء منها بيبقى أحيانا صادم أو مختلف، لكن هو الحقيقة في الناتج النهائي ليه هو مصارحة وتأكيد على أنه في متابعة حقيقية لما يجري. وأظن أنه كمان لو اي حد مدرك ومتابع ومحلل وبيتابع بشكل واضح هيدرك انه في اطراف ربما اقليميه، اطراف خارجيه، اطراف غيره لا تريد انه احنا نسير في الطريق الصحيح، ما تستغل ازمه لشراء او بيع او غيره، او تستغل ازمه للضغط والتلاعب بالدولار او كده، وانه لا احنا هنستمر في البناء وفي العمل، وعلى قدر الامكان هندعم الصناعه ونقلل الفجوات دي بشغل وغيره، ونقدر نتحمل ده، وانه التحمل ده مش بس الدوله، انه البلد دي مش بتاعه الحكومه، لا البلد دي بتاعه الجميع، وبالتالي في جزء من التحمل يمكن على مدى الاوقات. فدي كانت رسائل، اعتقد رسائل مهمه، مش وكمان مش فكره ان احنا بنقنع الناس بالباطل او بنقول لهم اقتنعوا، لا احنا بنختلف ونتفق ونتنوع. ويمكن المستشار محمود فوزي اكد قد ايه كل الطيارات وكل فئات حريصه تشارك وتختلف وتتطابق، وكان في اراء مختلفه عشان يكون في عرض للواقع معهم. استاذ اكرم، ويكون في طرح للحلول البديله لهذه القضايا. يعني انا بشكر حضرتك بالضبط. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي اكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.